الشباب والقواص والسجون والقفاص والعسل والقفاص، كان السكر قصاو، كانوا فيه المفتاحة والروات، وكانوا فيها سيادي الحلايقية والنظام وصحاب الأزلية، كانوا الطريق والعطف والعز، وكانوا الدرامة فيه هاي طرقوب الوقت. هذا الصوت كان لو الجوزة هذا حبابي تحت الطاقش في فوق السودان، وهذا هو يصبح براك وصواني شريف الميزان، وهذا هي قدام صابي ويكف بيده ويمسح يده وشمال، وكل واحد منهم سبحان الحيد دي سابع حلقة ينسج خيوط الميزان، وكانوا الحلاقة يا سيادي كيقلبوا نفوس القلقين في الحيوط، كانوا نفوسهم كيزقزقوا ويغردوا كلهم صافي البرد، أو من حسن ناش دف خلاوي وعرس، وقدام كل حشاب كان معلم مقاس، وبصوت بيه كاي مقصرابي تنقاس. Yeah.
ماشي يا كيس المشبع، القصة الخالد احكى يا ابو الخال. يلا صل الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ايوا صلي وسيد صلي وسيد يا عم المختار بها شارب العنوار. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ويدور يجمع
بخشيش من عند الحبة. وعلاش تسمحي لي هالعني زبالي رقصة؟ هز البرد عاو الشوارع فوق ظهرك. ايوا قول لي
الحنوت الحنوت تبارك الله وبقى وغير شاكي هماك جا أجد فيك في المانين هاد الحومة كامل وجيت جاني مساكين الحاج الله أبقى حتى المساكين بغيت تكفنهم وتهنى منهم إيوا جاب ما بدرو بلا عدم ما وليتيش تصيب فين تحطيتك منهم إلا كانت شي زردة إيوا ما فيها بس ما فيها بس أبقي إيه أما نقولها طعمه الناس هذا يقول لي زنتي وخلاص أبقي إيه إلا سفاه وين أبداس وين أبركوش تماما هادشي كان معتبر قول لي يبقى اما البساط البساط والشنايط بولاتي عرش كان اوه ايوا هيا هيا جيهم وسولوه عدو الله كانت معايا بالزردة شاطي اللقمة من قدامي هاكا شكون طعمو الهبيلة هيا أشكاور طيف قشر يشبعني طيف استعمل بشوار زيد بيا القهار لسانك رمني ولا تكسر مغار طيف قشر يشبعني ويستعمل بشوار زيد بيا القهار لسانك رمني ولا تكسر مغار زيد بيا من غير شوا هات لي 50 دجاجة قلت بيها نقضي حاجة قلت بيها نقضي حاجة بنوا عمر لي 10 بسم العشرة حمرهم بسم العشرة حمرهم 50 دجاجة خمسين شويجة بنت مال خمسين شويجة بنت مال وعشين من الصدور كان حبي وشت الصدور الصرصو وكسار طايبة مقيومة تبحث هذه الحومة ومية من القنية تقدم وتكون بشحن مرعومة ومية من القنافة تسلم بها شواحي من رومة وكذلك الحجر بيك تم ارنب صورته معلومة الارنب فيها ضرب القرشكار لا تحط رجال تركي وحدي تبقى جاري شبعني ولسه على المشوار زيد بيا للدار لسه تكرمني ولا تكسر هدرا تبقى جاري شبعني ولسه على المشوار زيد بيا للدار لسه تكرمني ولا تكسر هدرا بالصحة بالصحة والراحة لله طامو الله يعمر الصحة ما تكونوا في جنازتكم إن شاء الله الله أوك إيش بجي عندنا هذا إيش بغيك راه يبقى الخير غير مشتت في جنازته عبد الحق ما يحضرش فيها الرهب
ديري زعما؟ انا لا غير كنذكر الله وكنطفل السواق المزخر اللي في باب. انا شريته والا ما قلتيني عليه غادي ندعي فيك شي دعوه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لله القيل ما بدك الساعه اخرى. انا هنا جالس باب داري ابوك انتك. عكسي يا الحاج، شوف شوف اسيري اسيري يا العقروشة. العقروشة؟ ايه ما نعرفش شكون العقروش. هالزاف عليك اسير العقروشة. انتي هي بنت العقروشة. العقروشة اسيري اسيري يا حتى
كيف كنقولوا حنايا في الملحوظ، دان داني يا دان داني داني، كيقول سيدي خلي فاعلوا المفاعيل. تماما، انما سماهم لوزان وقياسات، بحال الا قلنا مثلا لا لا مالي يا عملي اي يا مولاتي لا لا علاش الغيبه على مراسمكم جيت نسال لا لا مالي يا عملي اي يا مولاتي لا لا علاش الغيبه على مراسمكم جيت نسال يا لا لا والبراري تجوجو كيزاه سوفي طبلة حسن جاب لي الله إلا على قياسها مش كاع ويش نسمع هي الأولى سوفي طبلة حسن والبراري تجوجو كيزاه لونهم يهواني حكيتهم عرجة العمال سوفي طبلة حسن والبراري والكلمة المسوسة
اشعر في دخالنا تنطق بالكلمات.